واستعدادا لمؤتمر المناخ كوب 27 نظمت الجمعية اليونانية لحماية الطبيعة احتفالا بمناسبة انطلاق إشارة التتابع العالمي نفاد الوقت لتغير المناخ الذي انطلق في اسكتلندا قبل فترة ومر بالعديد من الدول وصولا إلى اليونان. ومن المقرر أن تواصل إشارة التتابع طريقها إلى قبرص ومنها إلى مدينة شرم الشيخ التي تستضيف القمة الشهر المقبل. مراسل أخبار مصر عبد الستار بركات أجرى لقاء حصريا مع سفير مصر في اليونان عمر عامر على هامش الاحتفالية. نتابع. أهلا بكم مشاهدينا من العاصمة اليونانية أثينا، وفي الاحتفال الذي نظمه الجانب اليوناني للانطلاق بالإشارة أو تتابع نفاد الوقت إلى مؤتمر المناخ في شرم الشيخ. ومعي الآن سعادة السفير عمر عامر سفير مصر لدى اليونان ليوضح لنا أكثر عن هذا الاحتفال وعن المشاركة الرسمية أو المشاركة اليونانية في المؤتمر. أولا الجانب اليوناني دعا إلى هذه المناسبة النهاردة بتسليم إشارة التتابع أو اللي بيسموها الباتون، اللي هي جت من جلاسكو ثم هتوصل لبعض الدول الأوروبية ثم وصلت النهاردة في مارينا هنا في أثينا، ومنها هتنطلق إلى قبرص ثم ينتهي بها المسار في شرم الشيخ. وهم دعوا السفارة ودعوا سفارات عديدة النهاردة للحضور هذه المناسبة، وحضرنا فيها وتحدثنا عن أهمية هذا المؤتمر والتحديات اللي أصبحت تواجه المجتمع الدولي بسبب التغيرات المناخية والاستعدادات التي قامت بها مصر على مدار الشهور الماضية لاستقبال ضيوفها في شرم الشيخ في خلال 10 أيام القادمة. حقيقة لقينا ترحيب كبير جدا من الجانب اليوناني ودعم كبير من الجانب اليوناني لهذا الموضوع، ولأن مصر تنجح في هذا المؤتمر وأيضا يكون المؤتمر بمثابة نقطة انطلاق نحو تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في المؤتمرات السابقة جلاسكو وغيره من المؤتمرات. وحقيقة الأمر شيء مفرح وشيء مشرف النهاردة نشوف هذا التواجد الضخم اللي لمسناه من الجانب اليوناني ومن السفارات أيضا الأجنبية الأخرى المعتمدة في أثينا، وكلهم في إطار دعم ومساندة مصر في هذا المؤتمر الذي نرى أنه مؤتمر هام جدا ونتطلع إن شاء الله لنجاحه. بالنسبة للتمثيل الرسمي اليوناني في مؤتمر شرم الشيخ، أكد السيد رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكس على حضور المؤتمر، وأيضا في رئاسته أو الكوتشير لبعض الموائد المستديرة اللي هيكون سيتم تنظيمها وهو هيشارك في أحدها وهيرأسها، وأيضا هيشارك معاه 4 من الوزراء المعنيين بموضوعات تغير المناخ، سواء الطاقة سواء البيئة سواء الكهرباء. كثير من المسؤولين اليونانيين سوف يشاركوا في هذا المؤتمر، حرصا منهم أولا على نجاح المؤتمر ودعم مصر، وثانيا لمدى الأهمية التي يلونها ويليها المجتمع الدولي لموضوعات وقضايا تغير المناخ. شكرا سعادة السفير، وشكرا لكم مشاهدينا الكرام من العاصمة اليونانية أثينا.